اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، بلغ الوسيلة يا ربي، حصه بالفضيلة يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، وارض عن الصحابة يا ربي، وارض عن السلالة يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، وارض عن المشايخ يا ربي، فارحم والدينا يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، وارحمنا جميعا يا ربي، وارحم كل مسلم يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم يا ربي، صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم من عذابي.
ربي صل علي وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل علي وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل علي وسلم. يا رسول الله سلام عليك. الله الله. يا رفيع الشان ودرجي عطف التياجي رد العالمي. الله الله. يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك. الله الله. يا رفيع الشان والدرجي عطف التياجي رد العالمي. الله الله. يا أهيل الجود والكرم. نجيران الإحسان والحسن نن من قوم به سكنوا. الله الله. وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك. الله الله. يا رفيع الشان والدرجي عطف التياجي رد العالمي. الله الله. يا أهيل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم. واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم. ومعافاة من الفتن. واجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإبلاء بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأغلاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف الشجين اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت حصان السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لولياه
ابن قصي واسمه مجمع سمي بوصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائدا بنان السنة السنية وارفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتمى فأعظم بي من عقد تألقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله Thank you.
الأسماء أنت فيه اليتيمة العصماء أكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وراء يا ربي
سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شجين من صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه ثاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية
ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وانتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شجيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي لذنبي استغفر
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد طرش صحبي والحمد لله في الخير.